مرحبا متابعينا الأعزاء، نرحب بكم مرة أخرى إلى قناتنا. اليوم سنناقش البواسير. يعاني سالم منذ عدة أيام من ألم بسيط في مؤخرته، مما جعله متوترا ودفعه ذلك لأن يستشير طبيبه. لاحظ أيضا أن هناك دما أحمر يخرج من فتحة الشرج بعد التبرز، مع إحساس متواصل بالحكة في نفس المنطقة. أبلغ الطبيب سالماً بعد فحصه أن لديه بواسير، وهي سبب نزيف الدم. وتعني البواسير انتفاخ الأوردة في القناة الشرجية، والتي بدورها تنزف أو تتدلى خارج فتحة الشرج، وهي حالة شائعة جداً، حتى إن بعض الناس لا يحس بوجود البواسير لديه. اطمأن سالم عندما عرف أن البواسير ليست مرضاً قاتلاً، لكنه يحتاج أن يعرف كيف يخفف من معاناته. أبلغه الطبيب أن البواسير تنشأ بسبب الدفع القوي أثناء التبرز. نصح الطبيب سالماً بتناول غذاء غني بالألياف وشرب الكثير من السوائل، مع المواظبة على تناول فطور جيد يحوي كمية من الدهون الصحية، مثل تناول بيض مطبوخ بزيت الزيتون، والمشي لمدة 20 دقيقة على الأقل يومياً، وتجنب التعسر أو الدفع الشديد أثناء عملية الإخراج. ويجب التقليل من شرب المنبهات وتجنب التدخين. الرسالة من ذلك هو أنه لتجنب الإمساك يجب تبني نمط حياة صحي. تتواجد الألياف بصورة رئيسية في الفواكه والبقوليات، فالحمضيات مثل البرتقال أو الفواكه الشحمية مثل الخوخ والبرقوق والمشمش غنية جداً بالألياف، ويجب تناولها مع كل وجبة. نصح الطبيب سالم بمراجعته إذا استمر نزول الدم لأكثر من شهر. أراد سالم أن يتخلص من هذه البواسير في أسرع فرصة ممكنة، وبين له الطبيب أن أقصر طريق لذلك هو الالتزام بتعليماته. الإمساك والدفع القوي أثناء التبرز من أهم أسباب تكون البواسير. شاهد الفيديو على قناتنا لتعرف كيف تتغلب على الإمساك. الرجيم قد يؤدي للإمساك، ولتجنب ذلك يجب تناول الفواكه الغنية بالألياف وشرب الكثير من السوائل. المراهم والكريمات لا تعالج البواسير، لكنها فقط تقلل من الألم والحكة، ويجب الاستعاضة عنها قدر الإمكان بالجلوس في حمام ماء دافئ لمدة ربع ساعة 3 مرات يومياً لتقليل الألم. ويصف الطبيب الدواء للمريض عند فشل المريض في اتباع النصائح بخصوص الأكل والسوائل والرياضة، ويضطر المريض هنا لأخذ العلاج بصورة دائمة لعدم تمكنه من تغيير نمط حياته لنمط حياة صحي. لتشخيص البواسير يجب عمل منظار عن طريق فتحة الشرج للمستقيم، وهو آخر 15 سنتيمتر من القناة الهضمية، ويقع فوق فتحة الشرج مباشرة. وقد يطلب الطبيب أحياناً منظاراً كاملاً للقولون للكشف عن أي سبب آخر محتمل غير البواسير قد يكون سبباً لنزف الدم مع البراز. لتعرف أكثر عن المنظار تابع هذا الفيديو على قناتنا. إذا تدلت البواسير خارج فتحة الشرج، قد يكون هناك حاجة لتدخل جراحي بسيط لإزالتها، ويمكن الاستعاضة عن ذلك أحياناً بتدخل غير جراحي يتم فيه ربط البواسير فقط. توضع الربطات حول عنق البواسير للتخلص منها عن طريق قطع الدم عنها، فتختفي ويتوقف النزيف تلقائياً. هناك عدة إجراءات غير جراحية لعلاج البواسير، وكلها تهدف لجعل الباسور ينكمش ويسقط تلقائياً. تكلم مع طبيبك لمعرفة العلاج الأنسب لحالتك. بعد عدة أيام ما زال سالم يعاني من نزيف البواسير، وبعد فحص دقيق ومنظار للقولون، أخبر الطبيب سالماً بأن عنده بواسير خارجية تتدلى خارج فتحة الشرج أثناء عملية الإخراج، ونصحه الطبيب بإجراء عملية استئصال جراحي للبواسير. وبحمد الله كانت الجراحة خالية من المشاكل. عانى سالم من بعض الآلام في مؤخرته لفترة مؤقتة بعد العملية، وتلاشت بالراحة والعلاج. استطاع سالم العودة إلى حياته الطبيعية بعد أسبوع، ولكن الاستئصال الجراحي لا يمنع رجوع البواسير، فالبواسير ترجع إذا ظل الشخص يعاني من الإمساك. اتباع نمط حياة صحي مع تجنب الإمساك يمنع رجوع أو تكون البواسير. مع تمنياتنا لكم بحياة صحية وسعيدة.
تم إنتاج هذا الفيديو من خلال تعاون بين الجمعية السعودية لجراحة القولون والمستقيم والجمعية السعودية للجهاز الهضمي. تابعونا في تويتر وفيسبوك واشتركوا في قناتنا في اليوتيوب. أيضاً زيارة موقعنا على الإنترنت www.saudigastro.com و www.sscrs.sa.